قم بتبسيط 3a ضرب a للقوة 5 ضرب a تربيع. إذا خاصية الأسس التي يمكن استخدامها هنا، إذا كان لدينا الأساس نفسه هو في هذه المسألة الأساس هو a، إذا كان مرفوعا للقوة x وقمنا بضربه ب a للقوة y سيساوي a للقوة x زائد y. وسنفكر بسرعة في سبب نجاح هذه الخاصية، ودعونا نطبقها هنا. ولنفكر بداية في a للقوة 5 ضرب a تربيع، حيث نقوم بتطبيق الخاصية على هذا الجزء من المسألة، وسيكون الناتج a للقوة 5 زائد 2، هكذا يتم تبسيطه. وبالطبع لا يزال لدينا 3a في الخارج. الآن ما سأقوم بفعله هو أنني سأتجه إلى الجانب وسأحاول إدراك سبب نجاح الخاصية. دعونا نفكر في معنى A للقوة 5 ضرب A تربيع. A للقوة 5 تعني حرفيا A ضرب A ضرب A ضرب A ضرب A. الآن A تربيع عبارة عن A ضرب A A ضرب A، ونقوم بضربهما، أي بالتالي سنضرب هذه هنا بهذه. إذن ما الذي قمنا بفعله؟ قمنا بضرب A بنفسها 5 مرات، ثم ضربنا ب A مرتان. نحن نقوم بضرب A بنفسها، إذن نضرب A بنفسها. دعوني أوضح ذلك. هذه A للقوة 5 وهذا A تربيع، وعند قيامنا بضرب الاثنين فهذا يعني أننا نضرب A بنفسها 7 مرات، أي ناتج 5 زائد 2. إذن هذه A للقوة 7، أي ناتج A للقوة 5 زائد 2، ويتم تبسيط المسألة إلى 3A ضرب A للقوة 7. ربما ستقول الآن، كيف يمكن لي أن أطبق الخاصية هنا؟ ما هي قوة A؟ وتذكر إذا كان لدينا A فهي عبارة عن A للقوة 1، بالتالي يمكن أن نكتب 3A كالتالي: 3 ضرب A للقوة 1. وربما الآن الأمور أوضح بالنسبة لكم. A للقوة 1 وخاصية التجميع في الضرب، يمكنني أن أقوم بضرب عبارات A قبل أن أضربهم بثلاثة. إذن يمكنني أن أضرب هاتان القيمتان أولاً، A للقوة 1 ضرب A للقوة 7، وسأقوم بجمع الأسس لأن لدي الأساس نفسه، ويكون الناتج A للقوة 8، ويتبقى لدينا هذه الثلاثة. إذن 3A ضرب A للقوة 5 ضرب A تربيع يمكن تبسيطها إلى 3A للقوة 8، وهكذا انتهينا من المسألة.